برنامج ارتقاء وبرنامج لتأهيل الجمعيات بإقليم الراشدية بتأطير ودعم من طرف الوكالة التنمية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا البرنامج كيهتم بتأهيل وتصنيف الجمعيات إضافة إلى الرفع من جودة أدائها داخل النسيج الجمعوي للمشاركة في التنمية المحلية وترسيخ الحكامة الجيدة وروح المسؤولية. برنامج ارتقاء خطوة في طريق المواكبة المسؤولة.